مبولي يتابع اجراءات توفير المنتجات البتروليه وزياده الانتاج ويبحث جهود تكثيف عمليات البحث والاستكشاف العدوان علي غزه يدخل شهره الثاني عشر علي التوالي وواشنطن تكشف عن جهود بشان مقترح جديد للهدنه حزب الله اللبناني يستهدف مجددا المواقع العسكريه في شمال اسرائيل وقوات الاحتلال تقصف بلدات في جنوب لبنان السادسه مساء بتوقيت القاهره الثالثه بتوقيت جرينتش نشره اخباريه مفصله تاتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعه اجراءات وخطوات زياده حجم الانتاج من المنتجات البتروليه، وكذا ما يتعلق باتاحه المخصصات الماليه اللازمه لقطاع البترول. الاجتماع شهد استعراضا لخطه واجراءات وزاره الماليه لتوفير المخصصات الماليه اللازمه لقطاع البترول. كما تناول جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب وكذلك الجهود المبذولة لتكتيف عمليات البحث والاستكشاف وما يتم إتاحته في هذا الشأن من محفزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيما للفرص الاستثمارية المتاحة تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضي وأكد مدبولي مجددا ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة ورد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية مشددا على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والاشراف على معالجتها وتقويض اسبابها سعيا لتشجيع المشاركه المجتمعيه وتعزيز الشفافيه وتحسين اداء الجهات الحكوميه التي تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات الثقه فيما بينهما شهد الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من قاده القوات المسلحه وتقليدهم وسام الجمهوريه من الطبقه الثانيه. في كلمته اشاد الفريق اول عبد المجيد صقر بالمكرمين واسهاماتهم في القوات المسلحه وبحرصهم الدائم على الوصول بها الى اعلى مستويات الكفاءه والقدرات القتاليه. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2024 وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قاده القوات المسلحه واسرهم وقام الفريق اول عبد المجيد صقر بتقليد القاده المكرمين وسام الجمهوريه من الطبقه الثانيه الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه تقديرا لجهودهم وتفانيهم في اداء مهامهم الوطنيه طوال مده خدمتهم بالقوات المسلحه، والقى اقدم القاده المكرمين كلمه قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحه، لما قدمته من مختلف اوجه الرعايه والاهتمام لهم ولاسرهم، وحرصها على توفير كافه الامكانات لبناء وتاهيل القاده والضباط على كافه المستويات طوال مده خدمتهم بالقوات المسلحه، مؤكدا ان القوات المسلحه ستظل دائما المدرسه العليا للوطنية وميدانا للتضحية والعطاء من أجل الوطن وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء المهام المكلفين بها مشيدا بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها وحرصهم الدائم على الوصول بها الى اعلى مستويات الاستعداد والكفاءه القتاليه، كما اكد على ان القوات المسلحه ستظل دائما زاخره بالقدرات والكفاءات، وميدانا للتضحيه والعطاء جيلا بعد جيل، ووجه القائد العام للقوات المسلحه في ختام كلمته الشكر والتقدير لاسر القاده المكرمين، تقديرا لما تحملوه من مسؤوليه اجتماعيه كبرى، في اعداد اجيال من ابناء مصر قادره. على البذل والعطاء وصل وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الى العاصمه الاماراتيه ابو ظبي حيث استقبلته وزيره الدوله بوزاره الخارجيه الاماراتيه نوره بنت محمد الكعبي هذا وتستهدف زياره وزير الخارجيه الى ابو ظبي تعزيز علاقات الاخوه والتضامن بين البلدين الشقيقين وفي مستهل زيارته للامارات عقد وزير الخارجيه والهجره بدر عبد العاطي لقاء موسعا مع عدد من ممثلي الجاليه المصريه، حيث اكد وزير الخارجيه اهتمام مصر البالغ بابنائها في الخارج وبتعزيز ربطهم بوطنهم الام منوها الى انه يستهدف تعزيز التواصل الفعلي بين الجاليات المصريه في الخارج والبعثات المصريه في مختلف دول العالم. وقد استعرض عبد العاطي التنسيق القائم مع الامارات بشان المواطنين المصريين العاملين في دوله الامارات مشيدا بما يحظون به من رعايه واهتمام من قبل السلطات الاماراتيه على المستويين الرسمي والمجتمعي. اعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهوريه كينيا الشقيقه في وفاه 17 تلميذا إثر اندلاع حريق في مسكن في أحدى المدارس وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مصر أكدت تضامنها الكامل مع الأشقاء في كينيا في هذا الظرف الدقيق وتقدمت مصر حكومة وشعبا بصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية كينيا الشقيقة ولأسر الضحايا في هذا الحادث المأساوي ما إلا لله وانا اليه راجعون اذا صفوهم ما انا عنهم الا هم ايام مقطعين شو قفيخاق قال مدير وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه ويليام بيرنز انه يتم العمل مع مصر وقطر على اقتراح جديد واكثر تفصيلا لاتفاق بشان المحتجزين ووقف اطلاق النار في غزه اضاف بيرنز انه سيتم تقديم المقترح الجديد لحماس واسرائيل في الايام المقبله مشيرا الى انه لا يوجد بديل مناسب ان التوصل الى صفقه تبادل يتوقف على مدى توفر الاراده السياسيه لدى قاده الطرفين كشف استطلاع حديث للراي العام الاسرائيلي ان غالبيه الاسرائيليين يفضلون التوصل الى صفقه تبادل تفضي لاطلاق سراح المحتجزين لدى حركه حماس بغزه على استمرار احتلال محور صلاح الدين فلادلفيا أظهر هذا الاستطلاع أن 60% من الإسرائيليين يرون أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين بغزة هي أكثر أهمية من الحفاظ على تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فلادلفيا. وذلك مقابل 28% يؤيدون البقاء في فلادلفيا على حساب إبرام صفقة تبادل. من جانبها علقت القناه 12 على نتائج الاستطلاع وذلك بالقول ان الدعم الشعبي لابرام صفقه تبادل يتزايد يوما بعد يوم أعلنت السلطات الصحية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن إحدى عن 61 شهيداً و162 إصابة. وأشارت السلطات في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40939 شهيداً و94616 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفة أن لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم استشهد طفلة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج ليرتفع عدد من استشهدوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلة قالت مصادر طبية أن الطفلة قد توفيت نتيجة لسوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا على كافة المستويات وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وطلبت المنظمات بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل كامل وإدخال المساعدات على الفور وأوضحت المنظمات أن هناك أربعين ألف نازح يعيشون في كيلومتر واحد في مراكز إيواء أوضاعها صعبة للغاية مشيرة إلى أن أكثر من ربع مليون نسمة نزحوا خلال شهر أغسطس الماضي في ظل ظروف تزداد تعقيداً وصعوبة ومع دخول غزة عامها الدراسي الثاني بدون مدارس فإن معظم أطفالها محاصرون في مساعدة أسرهم في النضال اليومي من أجل البقاء وسط الحرب الإسرائيلية المدمرة وقد حرم بالفعل 625 ألف طفل في سن الدراسة في غزة من عام دراسي كامل تقريبا وقد أغلقت المدارس بعد أن شنت إسرائيل هجومها على المنطقة كما تضررت أكثر من 90% من مباني المدارس في غزة بسبب القصف الإسرائيلي الواحد اللي قدنا زي هيك بكون بقرا في دول تانية بقرا بتعلم احنا لا احنا بنشتغل بنشتغل اشي فوق طاقتنا يعني بنقدرش الى هذا العمل غصبا عنا بنشتغله عشان نجيب يعني لقمة العيش عندي غضروف مصاب حرب 2014 يعني مصاب حرب وعندي غضروف بقدرش اشتغل لها فبنطر اشغلهم صغار وعلى عيني يعني بعيط عليهم وانا بشوفهم اليوم كلهم مزعات الليل بناموش بضل يتقلبطوا الليل من التعب والشقا بناموا من المغرب بناموا برتموا على فراش زي الميت الواحد فيهم من التعب والشقا وال... وديهم من ديهم ورجليهم كلهم مزعج بس ما عنديش وسيله يعني اروح حتى اروح حت في الشوارع مستقبل الاولاد لا في قرايه ولا تعليم هل الاولاد تعال القرا السنه اللي فاتت راحت السنه نسي كله اصلا حيعيد لو بده ترجع المدرسه حيعيد من اول وجديد بدل ما, ما يكون انه تفكيره في تعليم وفي قرايته وايش بده ياكل لما يكبر ايش بده يصير صار انه على قيد تكيه يوفر اكل لعيلته يعبي قنيه ميه يلم له ظرف نايلون عشان يولع نار هاي بس صار عملهم في الحياة الوضع اللي احنا بنعيشه عبء على الأب وعلى الأم وعلى الطفل وعلى كل شيء في الحياة عنا مفقود يعني الناس يأساني من الحياة يعني الموت أفضل إنا من نعيش اللي احنا فيها هذا الحياة من الآخر اليوم الكل بعاني من التشرد ومن كلة النوم والله ما بننام يمكن عشر دقائق في الليل تسمع خبطة هان انت وانت نايم بتفكر عندك مت انت واطفالك في دقيقة هذا ولا يزال الطلاب المسجلون بالتعليم العالي في غزة غير مطمئنين بشأن مستقبل دراستهم حيث دمرت الهجمات الإسرائيلية 80% من الجامعات في القطاع ملك الغول إحدى النازحات من مدينة غزة إلى جنوب القطاع وهي واحدة من حوالي 90 ألف طالب جامعي تم إبعادهم عن فصولهم الدراسية وعلى الرغم من الظروف الصعبة فإنها لا تزال مصممة على مواصلة تعليمها حتى مع تلاشي الأمال في وقف إطلاق النار بنحاول انه الحرب ما توقفنا وانا شخصيا الحرب ما توقفني ما توقف الحلم اللي انا بديت فيه يعني انا بسنه تانية مفروض اني اكون كملت ما فقدت الامل هذا ضليت مستمره ضليت احاول اعافر كتير صعبنا في موضوع النت سجلت المحاضرات وبدت هيني والحمد لله كملت ما وقفت كانت كتير 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 تتعب في أول فترة تروح على كافيتيريا الدار مشوار وترجع وت... ونت إجا مجاش ضعيف قوي ما بعرف إيش المهم توفر النت في منطقتنا والحمد لله صعبة هي طبعا ساعة وغالية وإشي لكن مش مشكلة ساعة ساعتين إيش ما كان إيش بدك بدي أوفر لك لأنه حلمنا أنه تتعلم إحنا حلمنا أنه أولادي يصير متعلمين لكن برضو الحرب من مصرين على الحياه وحقنا في الحياه من هذا المنطلق انه يعني نحاول كجامعه الازهر انه احنا نستمر في العمليه التعليميه قدر الامكان برغم يعني عدم وجود مقاومات لهذا الموضوع من كهرباء ومن اللي هو اتصالات ونت وطلابنا طبعا الاعزاء نفس الشيء يعانون كثيرا في هذا الموضوع نفس القضيه اللي هو النزوح المستمر والمتكرر اللي يعني عده مرات عدم وجود كهرباء، عدم وجود ماء، عدم وجود اتصالات، قلق اضطراب خوف من طبعا كل هذا الموضوع نحن ظل الحرب نعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية المناضلة الأممية إزينور إيجي التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في مسيرة سلمية ضد الاستعمار في بلدة بيتا جنوب نابلس. أكدت منظمة التحرير أن القتل العمد للمناضلة الأمريكية ذات الأصول التركية يؤكد على وحشية وعنف الاحتلال بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني. وطالبت دائرة شؤون المغتربين بضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وممارساتها المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية أدانت الخارجية التركية مقتل الناشطة الأمريكية التركية إسينور إي جي على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية تحاول ترويع كل من يقدم الدعم للفلسطينيين مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين وداعميهم سيحاسبون بالتأكيد أمام المحاكم الدولية اعتداءات واغتيالات وقت حماة شهداء هنا وجرحى هناك هذه هي الانتهاكات الاسرائيليه اليوميه في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين ففي حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة مع مرور عشرة أيام منذ بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة الغربية قاتل الاحتلال ناشطة أمريكية من أصول تركية خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث أقدم قناص إسرائيلي على إطلاق رصاصة في رأس الناشطة الأمريكية عائشة إزجي أدت لوفاتها على الفور مقتل الناشطة الأمريكية أثار غضبا متزايدا للولايات المتحدة التي لم تكن المرة الأولى أن يُقتل لها أفرادا على يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي في مقتل رهينة أمريكي من بين ست رهائن تم قصفهم بالطائرات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وكان الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش بولين من بين الرهائن الستة الذين تم العثور على جثثهم في غزه، ولكن وصفت واشنطن وفاه الناشطه المتضامنه بالماساويه فضلا عن فتح التحقيق، كما ادانت مصر وتركيا والعديد من الدول الحادث، مستنكرين ما اضحى يواجهه المجتمع الدولي من مازق اخلاقي غير مسبوق نتيجه الفظائع التي ترتكب في حق المدنيين بالاراضي الفلسطينيه المحتله على مدار عقود طويله. شهور مضت على العدوان خلف وراءه شهداء ومصابين ومن قبلهم أحياء كالأموات يصعب حصر أرقامهم ورغم ذلك فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه فأضحى فيما يبدو يضحي بحياة أبنائه وأبناء حلفائه من أجل استمرار مشروعه السياسي بالابتزاز والتنكيل بعدما خانته الرؤية وضللته المطامع ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكيه ان حجم الدمار الذي خلفته القوات الاسرائيليه بعد انسحابها من مدينه جنين بالضفه الغربيه كان واحدا من اطول واشد التوغلات الدمويه في المنطقه منذ سنوات تابعت الصحيفه ان القوات الاسرائيليه تداهم بشكل متكرر مخيم جنين للاجئين مشيره الى ان احدث عمليه عسكريه اسرائيليه كانت الاكثر كثافه خلال السنوات الاخيره أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ نوفمبر الماضي وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد عشرة أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودب عشرات الشهداء والجرحى وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية قد تبدو تلك المشاهد لمدينه ضربها زلزال مروع يوما ما وربما بطشت بها ويلات الحرب لشهور لكنها مجرد عينه من بصمات محتل يؤرقه السلام اينما كان ويروي عطشه من دماء الابرياء عشره ايام فقط كانت كافيه ليجعل الاحتلال الاسرائيلي من جنين ومخيمها نسخه مكرره من مدن غزه المنكوبه مشاهد خراب ودمار طالت كل شيء في المدينه من مبان وطرقات وشبكات للمياه والكهرباء والصرف الصحي وممتلكات المواطنين الاحياء منهم والشهداء فوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من جانبها أكدت أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية لسكان الضفة الغربية المحتلة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد عشرة أيام من المعاناة ومن المضايقات وتدمير البنية التحتية يعني كنا احنا حاطين خطة في لحظة انسحاب الجيش الإسرائيلي شو بدنا نعمل سواء كان لجنة الطوارئ أو خلية الأزمة الصحية فعلا كان عندنا اجتماعات متواصلة صار عندنا اجتماعات قبلها واقتحامات قبلها وهدم قبلها ولكن هذا الاجتياح هو الأكثر تدمير والأوسع تدمير والأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني وضع مأساوي يحتاج شهورا لإعادة إصلاحه وسنوات لمحوه من ذاكرة الإنسانية وكيف ينسى العالم أو يتناسى ما طال جنين ومخيمها في عام 2002 ورغم كل ذلك كانت هذه الجرائم وستبقى محاولات فاشلة لمحتل يبحث عن نصر مفقود في قطاع غزة وبات يترنح تحت وطأة مطامعه من أجل كسب المزيد من الوقت واكترار مزيد من دعم الحلفاء لكسر صمود شعب يتمسك بهويته وارضه وان تبقى منها اطلال. اكد حزب الله اللبناني قصف مواقع حد بيرون الاسرائيلي بقذائف المدفعيه وقاعده جبل نيريا الاسرائيليه بدفعات من صواريخ الكاتيوشا. أضاف حزب الله اللبناني أنه قصف قاعدة جبل نيرية وهو مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء جولاني بصليات من صواريخ الكتيوشا ومن جانب آخر تعرضت بلدة عيد الشعب في النبطية بجنوب لبنان لقصف مدفعي متقطع مصدره المرابط الإسرائيلية المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت قام أن قواتها قد دمرت طائرة مسيرة قتالية ومركبة وذلك ومركبة دعم واحدة في منطقة خاضعة لقوات الحوثي في اليمن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن قواتها قد تمكنت من تدمير نظام صواريخ لقوات الحوثي بعد أيام من تدميرها نظامي صواريخ وطائرتين مسيرتين في اليمن نشرتنا تتواصل معكم على شاشه التلفزيون المصري وتتابعون فيها الجزائريون يختارون مرشحين على راسهم الرئيس تبون أدلى المرشحون الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بأصواتهم في العملية الانتخابية التي انطلقت اليوم يأتي ذلك فيما يواصل الناخبون الجزائريون التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد لمدة خمس سنوات من بينهم ثلاثة مرشحين وهم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيشة والرئيس الحالي عبد المجيد تبون. ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي شريفة. ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى السادسة مساء بتوقيت الجزائر مع إمكانية تمديدها في بعض المناطق لساعة أو ساعتين حسبما تقرر السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات ويتنافس في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بالجزائر ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ومرشح حزب الجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني الشريف. خلال حملاتهم الدعائية تعهد المرشحون الثلاثة بمكافحة الفساد وإصلاح النظام السياسي وتحسين الأجور وتعزيز القدرة الشرائية وخفض معدلات البطالة. لأحد مرشحين ثلاثة يصوت الناخبون الجزائريون في استحقاق رئاسي تصل الكتلة التصويتية به إلى 24 مليون ناخب معظمهم من الشباب ابرز المرشحين الرئيس الحالي عبد المجيد تبون يتمتع بدعم سياسي كما يعد المرشح الاوفر حظا يخوض الانتخابات ببرنامج طموح يحمل شعار الجزائر الجديدة اذ اكد انه يريد استكمال العمل الذي بداه في عام 2019 فعلى الصعيد الاقتصادي، وعد تبون بمحاربة الفساد والقضاء على ما يطلق عليه عملية تضخيم الفواتير التي استنزفت الأموال الجزائرية بالعملة الصعبة أمام تبون يأتي وجه شاب في الانتخابات يوسف أوشيش الذي انخرط في صفوف حزب جبهة القوى الاشتراكية قبل أن يتجاوز سن التاسعة عشرة، وضع برنامجه السياسي تحت شعار رؤية الغد فأكد أن ترشحه يصاحبه إصلاح الوضع العام سياسيا كان أو مؤسساتيا، وتعهد أوشيش في حال فوزه برفع الحد الأدنى للأجور إضافة إلى إعادة النظر في اتفاق بين الجزائر والاتحاد الاوروبي بترشح عبد العالي حسان شريف عاد التيار الاسلامي الى الواجهه فبعد سنوات من الغياب عن الانتخابات الرئاسيه قرر حزب مجتمع السلم خوض غمارها ليرشح عبد العالي تحت شعار فرصه يدافع عبد العالي حسان شريف عن السوق الحره وتاسيس ما يسميه بالصرافه الاسلاميه مع فتح بنوك اسلاميه في جميع المناطق كما يرتكز برنامجه الاقتصادي على المنافسه والمبادرات الحره مع حمايه الطبقات الفقيره والمتوسطه، سياسيا يؤيد اصلاحا دستوريا وقانونيا لبيئه الحكم، اضافه الى دعم اصلاح مؤسساتي يعمق دوله الحق والقانون. هكذا جاءت برامج المرشحين الثلاثه للفوز بالرئاسه الجزائريه، ويبقى القرار الاوحد والاخير للشعب الجزائري ليختار من يحقق امانه له وطموحاته. تنتظر الرئيس الجزائري المقبل تحديات داخليه وخارجيه عده، فداخليا هناك ملفات شائكه تهم المواطن الجزائري على راسها البطاله وزياده الاجور ووقف التضخم. كما تبرز ايضا تحديات خارجيه منها الهجره غير الشرعيه وعلاقات الجزائر الخارجيه مع عدد من الدول. الانتخابات الرئاسية في الجزائر تعتبر نقطة تحول حاسمة وسط التطورات والمتغيرات السياسية والإقليمية والعالمية التي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس المقبل. وفي السباق الانتخابي للقصر الرئاسي بالجزائر يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد العالي شريف والأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف

ومع انطلاق ماراثون الانتخابي بين المرشحين الثلاثة لاستقطاب الناخبين للتصويت على برامجهم، يسيطر على المشهد الانتخابي عدد من الملفات التي تهم المواطن الجزائري ومن أهمها القضاء على البطالة وزيادة الأجور وتقوية القدرة الشرائية ووقف التضخم، كذلك توفير السكن الملائم والكثير من المشكلات التي انخفضت حدتها إلا أنها تشغل بال المواطنين ومن بينها تحقيق الأمن الغذائي والمائي ويتساءل الشارع في الجزائر حول مدى قدرة رئيس ما بعد السابع من سبتمبر الجاري على تلبية متطلبات الشعب والبلاد في ظل ما تم إنجازه وما ينتظر حيث هناك وعود اقتصادية بتحقيق تقدم في الأعوام القادمة بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية التي تزايدت هذا العام بصورة كبيرة وفيما يخص التحديات الخارجيه فان هناك محيطا اقليميا متفجرا في الجنوب فضلا عن مشاكل الوضع الامني بدول جوار الجزائر وبخاصه ليبيا ومالي وارتفاع مستويات التهديدات الارهابيه بدأت الاستعدادات الأولى لمناظرة تلفزيونية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس والتي ستقام في العاشر من سبتمبر في فيلادلفيا بولاية بنسلفينيا وبنسلفانيا هي إحدى الولايات المتأرجحة التي لها القول الفصل في كثير من الأحيان في من يسكن البيت الأبيض خلال الأربع سنوات القادمة. لا تزال الولايات المتارجحة هي الرقم الصعب في معادلة السباق الى البيت الابيض مع انطلاق عمليات التصويت بالبريد في احداها وهي كارولينا الشماليه سبع ولايات متارجحه قد تغير مسار السباق الرئاسي هي الى جانب كارولينا الشماليه ميتشيغان ويسكونسن بنسلفانيا جورجيا نيفادا واريزونا وبات معلوما أن ترامب وهاريس ليسا المتنافسين الوحيدين فمع بدء التصويت في كارولاينا الشمالية ظهرت أسماء خمسة مرشحين هم مرشحة الحزب الأخضر جيل ستاين ومرشح حزب العدالة للجميع كورنل ويست ومرشح الحزب الليبرتاري تشيس أوليفر ومرشح الحزب الدستوري راندل تيري والمستقل روبرت كينيدي جونيور الذي تقدم للترشح تحت اسم حزب نحن الشعب ظهور هذه الأسماء أثار قلقا في الأوساط الديمقراطية والجمهورية من أن يؤثر هؤلاء المرشحون الهامشيون على حظوظ مرشحي الحزبين الرئيسيين خصوصا في الولايات المتأرجحة. ومع انطلاق التصويت المبكر في كارولينا الشمالية، تعتمد هاريس على الفوز بهذه الولاية عبر الأمريكيين من أصول أفريقية والشباب بعد أن أعاد ترشيحها تحفيز هاتين الفئتين الانتخابيتين. وفاز ترامب بولاية كارولينا الشمالية في انتخابات 2020، بفارق ضئيل. في سياق متصل ارجى القاضي المشرف على الدعوى المقامه ضد ترامب بتهمه تزوير وثائق للتستر على قضيه اخلاقيه الى ما بعد الانتخابات الرئاسيه فيما يمثل انتصارا للمرشح الجمهوري. رغم تقارب استطلاعات الراي بين هاريس وترامب الا ان السباق الى البيت الابيض لا يزال يكتنفه الغموض ويحمل الكثير من المفاجات. We will make America great again. يوصل رئيس الوزراء الفرنسي المكلف ميشيل بارني مشاورات لتشكيل الحكومه الجديده كان بارني قد كشف ان حكومته الجديده التي تفتقر الى اغلبيه واضحه ستضم سياسيين محافظين واعضاء من معسكر ماكرون وانه يامل في ضم بعض المنتمين الى تيار اليسار ويواجه بارني مهمه شاقه لمحاوله دفع الاصلاحات واقرار موازنه البلاد لعام 2025 في وقت تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضيه الاوروبيه واسواق السندات لخفض عجز الموازنه هذا وقد شهدت فرنسا اليوم تظاهرات احتجاجيه على قرار الرئيس ايمانويل ماكرون تعيين ميشيل بارنييل منتمي الى تيار يمين الوسط رئيسا للوزراء. ويتهم اليساريون بقياده حزب فرنسا الابيه ماكرون بانكار الديمقراطيه بعد رفضه اختيار مرشح تحالف الجبهه الشعبيه الجديده. الذي فاز في انتخابات يوليو وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة زعماء أحزاب تيار اليسار ونقابات وهيئات الطلاب الذين تعهدوا باتخاذ تحركات أخرى من بينها إضرابات محتملة في الأول من أكتوبر ردا على تعيين بارنية الذي حل حزبه خامسا في البرلمان بأقل من خمسين مقعدا وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد أظهرت أن 74% من الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون تجاهل نتائج الانتخابات بينما يعتقد 55% منهم أنه سرقها وذلك على حد وصف الاستطلاع اكدت رئيسه الوزراء الايطاليه جورجيا ميلوني ان روما لن تتراجع عن قرار دعمها لاوكرانيا مشيره الى ان الجمود الحاليه في الحرب اظهر ان رد الغرب على الهجوم الروسيه على كييف هو الرد الصحيح. جاءت تصريحات رئيسة الوزراء الايطاليه بعد اجتماعها مع الرئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي على هامش منتدى اقتصادي في شمال ايطاليا، واضافت رئيسة الوزراء الايطاليه ان لدى الصين والهند دورا يتعين ان تلعباه لحل الازمه الاوكرانيه، مشيره الى ان خيار دعم اوكرانيا هو في المقام الاول خيار للمصلحه الايطاليه. أعربت الخارجية الأوكرانية عن قلقها البالغ إزاء تقارير إعلامية بشأن احتمال نقل وشيك لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. أضافت الوزارة أن تعزيز التعاون العسكري بين إيران وروسيا يشكل ما أسمته تهديدا لأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على البلدين. وكانت رويترز قد أفادت في أغسطس بأن روسيا تتوقع تسلم شحنة تضم المئات من صواريخ فتح 360 البالستية قصيرة المدي من طهران وبأن العشرات من العسكريين الروس يجري تدريبهم في إيران علي تلك الأسلحة أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه في مواجهته مع القوات الأوكرانية أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قد استطاعت تحرير بلدة كالينوف في منطقة دوناتسك وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية الكبيرة في شرق أوكرانيا التي تضم دوناتسك حتى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء العسكريين على تجاهل الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية كما تعهد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وجهاز المخابرات البريطاني ريتشارد مور بتعزيز تعاونهما لدعم أوكرانيا ضد روسيا يبدو أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لا يكل ولا يمل من طلب الدعم بالأسلحة رغم إعلان واشنطن ولندن عن عزمهما تقديم مساعدات أمنية جديدة بنحو نصف مليار دولار وخلال اجتماع في ألمانيا لمجموعة رامشتاين التي تضم نحو خمسين دولة تزود أوكرانيا بالأسلحة دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الغرب إلى تزويد بلاده بمزيد من السلاح من دون تأخير كما حث الرئيس الأوكراني الحلفاء العسكريين على تجاهل الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جانبه تجاهل المطلب الأوكراني في ختام اجتماع رامشتاين مشيرا إلى أن ساحة المعركة الحالية أظهرت أن روسيا نقلت طائرات معينة تستخدم قنابل انزلاقية خارج نطاق مدى أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى أتكمز الأمريكي على الناحية الأخرى تعهد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي اي وليام بيرنز وجهاز المخابرات البريطانية ريتشارد مور بتعزيز تعاونهما لدعم أوكرانيا ضد روسيا مشيرا إلى أن ذلك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى مشيرين إلى أن الجهازين سيواصلان مساعدة المخابرات الأمريكية وعلى المستوى الميداني فهناك تناقض تام بين تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التقدم الروسي في دونيتسك ووقف الهجوم الأوكراني على كورسك وبين زعيم قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي أن التوغل في منطقة كورسك بجنوب روسيا ناجح وأن روسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ ستة أيام وأشنت روسيا مؤخرا أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أوائل عام 2022 أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية قد أرسلت دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب وقد أتت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية حيث أجرى مباحثات مع الرئيس يون سوك يول اعلنت السلطات الصينية نزوح اكثر من مليون شخص من منازلهم بجنوب البلاد جراء الاعصار ياجي ووجه الرئيس الصيني شي جين بينغ بتكثيف جهود التعامل مع الكارثه كما خصصت السلطات 720 مليون يوان لرفع آثار الدمار الناجم عن الإعصار، والذي أسفر حتى الآن عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة العشرات، كما تسبب في انقطاع الكهرباء ببعض المناطق وإغلاق عدد من الطرق والمسارات الخاصة بالسكك الحديدية الرئيسية. هبطت مركبة الفضاء ستارلاينر التي صممتها شركة بوينغ بدون طاقمها في صحراء نيو مكسيكو لكي تنهي مهمة اختبار استمرت ثلاثة أشهر تعثرت بسبب مشكلات فنية ما أكبر رائدي رائدي الفضاء رائدي الفضاء اللذين نقلتهما إلى محطة الفضاء الدولية على البقاء هناك حتى العام المقبل. كان مهندسون تابعون لبوينغ قد قاما بتزويد ستارلاينر ببرنامج كمبيوتر جديد يتيح لها العودة بدون وجود طاقم بداخلها وقد مثلت رحله العوده اختبارا رئيسيا لقدره ستار لاينر علي المناوره نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة السابعة والنصف مساءً خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025 وأوضح المركز أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقا لطبيعتها وظروفها سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة الخامسة والنصف مساء مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 58 مليون و628 ألفا وأربع وعشرين خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في الحادي من يوليو 2024 حتى السادس من سبتمبر في جميع محافظات الجمهورية يناشد وزير الصحة والسكان جميع المواطنين بالتوجه لمقرات تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة بجميع المحافظات واماكن تمركز العيادات المتنقله للاستفاده بالخدمات الطبيه المتنوعه التي تقدمها الحمله مجانا عقد وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لقاء مع مدير المدارس على مستوى محافظات القاهره والجيزه والقليوبيه والغربيه والدقهليه وكفر الشيخ واسوان وقنا والاقصر. ياتي ذلك في اطار سلسله لقاءات تستمر على مدار عده ايام لمناقشه اليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد. حيث اكد عبد اللطيف ان تلك اللقاءات تستهدف التاكيد على الاليات والضوابط المختلفه التي اعلنت عنها الوزاره خلال الفتره الماضيه لضبط العمليه التعليميه مشددا على الدور الهام للمعلم في العمليه التعليميه ودعمه كي يؤدي دوره داخل المدرسه على اكمل وجه وتوفير بيئه تعليميه مناسبه أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة رياضية متكاملة تمكنهم من تحقيق الإنجازات. جاء ذلك خلال لقائه رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز وذلك على هامش حضوره لمؤازرة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس. شهد هذا اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزاره واللجنه الاولمبيه الدوليه بهدف دعم وتعزيز رياضه الاشخاص ذوي الاعاقه في مصر والعمل على تطوير المنشات الرياضيه لتلبيه احتياجات الرياضيين البارالمبيين اضافه الى مناقشه احدث المستجدات المتعلقه بالبطولات الدوليه كما تطرق الحديث لانشاء مركز للجنه البارالمبيه الدوليه لافريقيا وتستضيفه القاهره افتتح محافظ القاهرة ابراهيم صابر ملتقى التوظيف الثاني الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التعاونية والادارية بالمنيرة وذلك بمشاركة اكثر من 22 شركة لتقديم ما يقرب من الف فرصة عمل داخل القاهرة وخارجها وأكد محافظ القاهرة أن هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل كهدف استراتيجي وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية الحديثة. مشيرا إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف الآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال نتابعها مع محمد عبد الله إليك محمد شكرا لهام وشكرا لإيمان الى اخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. اهلا بكم اكد وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه حسن الخطيب حرص الوزارة على تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتعزيز حجم الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. جاء ذلك خلال الوزير لسفير فرنسا بالقاهرة إريك شوفيليه حيث استعرض الخطيب الفرص والمقاومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا. كما أشار الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من مقومات الاستثمار والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والتنافسية تكلفة الاستثمار وتوافر البنية التحتية الاستثمارية أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الدور الذي تقوم به شركه ايادي للاستثمار والتنميه لتعزيز المشاركه بين القطاعين الحكومي والخاص وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الاولويه بما يعظم العائد على الاصول المملوكه للدوله. وخلال اللقاء الوزيره مع رئيس مجلس اداره شركه ايادي للاستثمار والتنميه التابعه لبنك الاستثمار القومي ووزير الاستثمار الاسبق اسامه صالح. اشارت الوزيره الى ان تمكين القطاع الخاص زيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفا رئيسيا لبرنامج عمل الحكومه الحاليه التي تعمل على تحسين بيئه الاعمال تفقد وزير التموين والتجاره الداخليه شريف فاروق يرافقه محافظ الفيوم احمد الانصاري معرض اهلا مدارس 2024 وعدد من المجمعات الاستهلاكيه وفروع الجمله بمدينه الفيوم، كما شملت الجوله تفقد المجمع الاستهلاكي التابع للشركه المصريه للتجاره الجمله بشارع بطل السلام حيث يقوم الفرع بصرف المقررات التموينيه وفروق نقاط الخبز بالاضافه لبيع السلع الحره واللحوم والطازجه والمجمده. قام وزير قطاع الاعمال العام محمد شيمي بزياره تفقدية لشركه الاسكندريه للحريات التابعه للشركه القابضه للصناعات المعدنيه وخلال الزياره عقد الوزير اجتماعا مع مسؤول الشركه استعرض خلاله نشاط الشركه في مجال صناعه الحريات والسيراميك ومؤشرات الاداء ومعدلات الانتاج والتصدير ومنتجاتها المتنوعة والتي تدخل في العديد من الصناعات وكذلك مساهمتها في مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة والرؤية المستقبلية والفرص الاستثمارية أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ان قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع اوجه العمل وزياده الاستثمارات الاماراتيه في ظل الجهود الجاريه لاطاحه فرص استثماريه جديده جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من شركه مبادله الاماراتيه للطاقه برئاسه الشيخ منصور الحامد الرئيس التنفيذي للشركه وشهد اللقاء استعراض أنشطة مبادلة الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر وحقل نور علاوة على قطاع رقم أربعة بالبحر الأحمر وتناول اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس في الثاني عشر في اثنتي منطقة حيث أبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بالمزايدة افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ومحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون موسم جني محصول القطن بالمحافظة وذلك تزامنا مع عيد الفلاح الثاني والسبعين وشهد وزير الزراعه ومحافظ المنوفيه اصطفاف القوافل الارشاديه والتوعويه للانتاج الحيواني والنباتي والطب البيطري وقافله البنك الزراعي المصري ومنافذ السلع الغذائيه لاكثر من 35 سياره وذلك في اطار خطه الوزاره لاطلاق حملات مكبره من القوافل على مستوى محافظات الجمهوريه احتفالا بعيد الفلاح <applause> احوال المزارعين وبنشوف الدعم اللي هم محتاجينه ايه الحقيقه الدوله مهتمه جدا بالمزارع البسيط مهتمه بالريف المصري برضو اتكلمنا على موضوع التعديات على الاراضي الزراعيه ده بالنسبه لنا شيء مهم جدا ان ما يكونش في تعديات وان نكون كلنا بنحافظ على الاراضي بتاعتنا اعتقد ان احنا لينا دور في خلال المرحله اللي جايه من خلال الارشاد الزراعي من خلال تواجدنا على الارض يمكن الفترة اللي فاتت كانت محتاجة مننا ان احنا ندرس التحديات اللي عندنا، اما التحديات اللي موجودة هي التغيرات المناخية ونضره المية، الهدف من الزيارة العمل على حل كل مشاكل المزارعين في المحافظة زرنا أكثر من جمعية قابلنا الناس شفنا مشاكلهم ومعالي الوزير شاف مشاكلهم واقترح بعض الحلول وكلها كانت بتنحصر في مشاكل الأسمدة نقص الأسمدة مشاكل في المبيدات مشاكل في التعديات على الارض الزراعيه احنا السنه دي على مستوى الجمهوريه ألف فدان منهم ألف فدان في وجه بحري و40000 فدان في وجه ابلي الصنف المنزرع عندنا هنا صنف جيزة سوبر جيزه 97 وده من الاصناف الحديثه اللي انتجها مع دولوت خلال الثلاث سنوات السابقه ويتميز ان هو محصول عالي الجوده وقصير العمر ويوفر في كميه الميه بنسبه 30% في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط بعد أن نثارت بيانات زيادة دون المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس وما فقد دعم الذي تلقته الأسعار من قرار تحالف أوبت بلس إرجاء زيادة الإنتاج وانخفاضت العقود الاجله لخام برنت بنسبه 2.24% لتصل الى 71 دولارا و6 من المائه سنت للبرميل كما تراجعت العقود الاجله لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنسبه 2.14% لتصل الى 67 دولارا و67 سنتا للبرميل ايضا هبطت اسعار المازوت عالميا بنسبه 2.6% من المائه لتصل الى دولارين و12 سنتا للتر وفي المقابل صعدت اسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93% من بالمائة لتصل إلى دولارين و28 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت وكالة ستاندر أند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة يأتي هذا التصنيف من وكالة ستاندر أند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية وعلى الصعيد النقدي أشرت الوكالة إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية للأردن ليصل إلى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر يونيو من عام 2024 نهاية أخبار الاقتصاد من جديد أعود إلى رهام وإيمان شكرا لك محمد ونختتم نشرة السادسة بتذكير باهم ما جاء بها من انباء. مدبول يتابع اجراءات توفير المنتجات البترولية وزيادة الانتاج ويبحث جهود تكثيف عمليات البحث والاستكشاف. العدوان على غزة يدخل شهره الثاني عشر على التوالي وواشنطن تكشف عن جهود بشان مقترح جديد للهدنة. حزب الله اللبناني يستهدف مجددا المواقع العسكرية في شمال إسرائيل وقوات الاحتلال تقصف بلدات في جنوب لبنان ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء